العام يقول لا حول الله من أمر الله، هذا لا يجوز. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك كلنا عونا ومعينا وحافظا وأمينا، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستطيع أن نعبده إلا بعون منه. كل يوم 17 مرة نقرأ هذه الآية، في هذه في ركعات الفريضة ما عدا سنن الرواتب والنوافل. إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين به سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد، إليك المشتكى، وأنت المستعان، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا طلبت العون من الله فلا تكترث، كما قال سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء بالجيش الإسلامي من العراق إلى اليرموك، قال لا تكترث مع مدد الله بشيء. في مدد رباني خلاص، استعينوا بالله سبحانه وتعالى. اللهم كلنا عونا ومعينا. ربنا عز وجل قال في غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فذلتهم أوجبت لهم عزتهم وأوجبت لهم نصرتهم. فحيث ألقيتني إلى ذال ولامي تلقيتني بعين وزاي. إذا ألقاك يا محمو إلى الذال واللام، إلى الذل بين يديه، تلقاك بالعين والزاي بالعز. وإذا تذللت الرقاب تقرب منها إليك فعزها في ذلها. الله أكبر، يا بعسى العز في الذل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. في حنين أعجبتهم كثرتهم، في حنين كانوا 12,000، فقال أحد كبار الصحابة رضي الله عنه قال لن نغلب عن هذا العدد، وقد سمعوا هذا من النبي عليه السلام، سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الرفاق 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4,000 ولن يغلب 12,000 عن قلة أو من قلة، سمعوا هذا من النبي عليه السلام، لكن مال القلب إلى العدد. فجاء التأديب الإلهي ونزلت الهزيمة في بداية المعركة. بداية المعركة 12,000 تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الخيل تدوس المسلمين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن ينادي يا أهل بدر يا أهل أحد يا أهل بيعة الرضوان، اجتمعوا على قلب رجل واحد، كرة واحدة كانت لهم النصر، كان لهم النصر كرة واحدة. نعم، وهكذا نحن نستعين بالله سبحانه وتعالى. كتاب كسر الشهوتين، الله أنت ما تستطيع هذا إلا بمعونة من الله عز وجل ومجاهدة، معونة أبدا. الله يرضى عن شيخ هاشم المجذوب، كان يقول أنا عندما أكل أنا أكل بعقلي لا بشهوتي، بعقلي، يعني هذا الطعام وهذا القدر هو الذي فيه النفع فيه الفائدة. قال أنا أكل وإن لم تشتهي نفسي، شيء يضرني وإن اشتهت النفس أنا لا أقرب منه، قال أنا أكل بعقلي رضي الله عنه. كلام سهل لكن عند العمل والله ليس بسهل إذا لم تكن هناك معونة من الله. هذا دكتور الله يرضى عنه طبيب أطفال، هذا محمود غبور رحمة الله عليه، قال لي نجتمع ب نعم يعملوا مؤتمرات للأطباء، بعد المؤتمر يضعون الطعام. قال لي أنا يطير عقلي، يطير عقلي أرى هذا الطبيب يملأ صحنا كبيرا هذا نعم، فأقول له طيب كل شيئا منه، هناك عدة أنواع. قال له هلا بناكل النوع الثاني والثالث والرابع. اللي والله يطير عقلي، لكن أنت طبيب نوع واحد يكفي شخصين. الله يلهمنا السداد والصواب. وهذا الذي أخذته أمه إلى الطبيب أيضا، قال بيعمل له ريجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، فقالوا تصنع كذا واصنع كذا. خرج هذا الولد ابن 10 سنوات، قالت له أمه اسمع إيش قال الدكتور، فهمت؟ قال له يروح يخلص من كرشه قبل ما يحاكيني. أنا أخذت عبرة من هذا،
العالم إذا تكلم أو الطبيب، أو لابد أن يحترم عقول الحاضرين وأن يجتهد في صلاح نفسه، يجتهد في صلاح نفسه. ذاك الخطيب يا محمو قبل الخطبة إيش يقول؟ أوصيكم ونفسي، ارفع صوتك، المخطئة أحسن فهمان هذا أفهمي، المخطئة ما نقول، لا نقول الخاطئة، بعد خطأ أقول خاطئ، لا، الخاطئ هو المتعمد للخطأ، متعمد للخطأ، لكن الغير متعمد يقال أخطأ فهو مخطئ. نعم، يعني يخرج من هذا، من هذه التبعة بهذا، أنه يتهم نفسه، يتهم نفسه، أما أن يتهم الناس وينسى نفسه هذه مصيبة كبرى. رضي الله عن سيدي الشيخ عبد الرحمن الشاغوري، الشيخ عبد الرحمن الشاغوري كان يقول عندما تخطب جرد نفسك الآن وضعها أمامك وخاطبها، عندما تقول يا أيها الغافل تقصد نفسك، يا أيها الجاهل تقصد نفسك. شيخنا الشيخ أديب الكلاس رضي الله عنه في الأمثلة، في عندما يصور المسائل الفقهية ما يستطيع أن يصور مسألة بالسوء بغيره، يعني ما يقول لك أنت سرقت فقطعت يدك، يقول عن نفسي، يقول أنا سرقته مقدار 10 دراهم من نصاب من حرز بالحافظ أو المكان فقطعت يدي، لأن فالطلاب يقول يا سيدي قولك والله ما بتركب معي، أنا أقول لغيري سرقت. رأيت كيف ربي رفع ذكره، لأنه كان كان متهما نفسه في كل حال أبدا، ويعتقد أن الناس كلهم خير منهم، هكذا كان يقول. قال له ابنه سيدي أبو بكر الله عافينا يقول آمين، الشيخ يحيى يقول آمين، الله عافينا، يطلب منكم الدعاء وعافي مرضى المسلمين. قال والله يا سيدي أنا ما اقتنعت، كيف أنا طالب علم أصلي وأصوم أرى من يشرب الخمر ومن يزني يقول هو أحسن مني؟ قال والله ما اقتنعت. قال له صاحب حجة الشيخ أديب كلاس، قال يا ابني أتعرف خاتمتك وخاتمته؟ تعرف الخاتمة؟ قال لا. قال له لا تعرف الخاتمة فإذا عليك أن تتأدب مع الله سبحانه. أبدا. هبت نفحات أنسية، فشد البلبل ألف تحية، وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية. هبت نفحات أنسية، فشد البلبل ألف تحية.